میں گریٹر حیدرآباد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمارے آج کے حج سیمینار کا آغاز فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بسم فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير فإذا أفضتم من عرفات
اذكروه كما هداكم وإن فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ما شاء الله بہت ہی بہترین انداز میں حافظ و قاری یونس علی خان صاحب نے حج سیمینار 2023 کا آغاز فرمایا ہے.